حقيقة وفاة مغربيين خلال قصف روسي بأوكرانيا. قالت مجموعات تابعة للجالية العربية في أوكرانيا إن مغربيين قد فارق الحياة خلال الساعات الماضية جراء قصف روسي على أوكرانيا، وهو الخبر الذي تم نفيه من قبل المعنيين. المجموعات عرضت البطاقات التعريفية الخاصة بكل من الشابين يوسف ومحسن، وزعمت بأنهما فارقا الحياة على يد الروس. وعكس الرائج، نفى الشاب يوسف الخبر بنفسه مؤكدا بأنه على قيد الحياة، وبأن ما يتم بثه على عدة منصات التواصل الاجتماعية هي أخبار كاذبة، في حين يواصل زملاء الشاب محسن محاولات التواصل معه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.